بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشيشي دسوشي لا براين قنزي أن استوتيجار القيادة لردكم ودسوشي لا براين عزيزان همودكم خواهي قول الشفاي دكتور سليمان جبدا وباقي مسلمان جبدا واني كتوشي أو هتاو او فيروس بونا خوش حالم كا بخدمت اوي خوش حويز گشتم لبرا خوش كانم دس خوشيش لبرا گورم لشيخم لگورم ما مصاد دكتور عثمان دكم ارتند فيل چشم ليكل بين خومان بي بس فيل كه خو اگي دي فيل نه بو فيل اما نم وام زاني ساعت ساره محاضره كا او شو حتى نم تو اني محاضره كه داني بياني هستم بركم نوسي خطبه به صدات و هات مو گفتم دی پاش عصر دین نسم تلفن یان کر که آغاز که اگه وره او ما مستا در نوبه ویه گفتم کر والله خو راست کی قول بو اتفاق چ زمنی ما کر بو امن پیشوی بم بلام والله زور بی ادبی بو با والله لدنا خمرا امن او رینا دم بخم ک پیشوی بکوم والله دو خای گورا بدلی منی کر طبعا ان ببی مجامله والله ببی هیچ یعنی هیچ زاملك حيفا أمسالي وشي من حل روش تيج بكيش بكي تزاي لمحاضرة لما نشتوك يسر باز لكم إن شاء الله لمحاضرة يشيك لأخلاقي أواني كبراستي عشقي محمد عليه الصلاة والسلام خوش استي محمد يعني الدواء نابي قد قد يعني بيرزي أقر يكشا قاوش ببران بر علماء وقوري خويان بك يا ربي خوش استانم أولا مدميل خزمة برستان باز بكم ادب لگه پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چونه و چند جوری هیه زور زور با کرتی سرطان نایشینم چکه براسی اوی که ما مصطفی فرمی او هموشته براسی حزم دکر هر وطه ما مصطفی او و با وطه ما مصطفی او بسوباین و استاش حرد فقط تکمیلی هند اشتی ما مصطفی اندوی تکمیلی دکم اگنه هیچی ترنیه ادب برامبر پیغمبری خواه علیه صلاة چونه و چند جوری شی هیه طبعا ما عموما باسي اويدا كان كادب من برامبر پیغمبري هري عليه السلام ادب للغه العربيه ده بدو معناها تو يشان بمعنى اخلاقي جوان بمعنى بمعنى ادب اللغه العربيه كاواني كنحو صرف وبلاغه دخينين او بيدرن ادب هالوقت خوينا لان ادب تكون براسي فيري قصي جواني دكا فيري روان بيجي دكا فيري اوي دكا هر كس مقابلي بقدر لائق خوي دقل يقصو وتبيجي بك بلان بمعنى يكما مقصد ليرا او ايما حلسو كوتي اخلاق يعني جوان ايما برامبر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام تونا للشرع ده طبعا ايما بس جور اما ابي ادب ما نبي برامبر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ادب كان قلبيه ادب دوم قوليه ادب سين فعليه اما دبي بهر سي زور براستي لخدمه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ادب بنيل ادب قلبي او بشيه كما طبعا قلب من بعي وشي ما مصش على كبي خدي خينه براسي من بعي اسراري هم انسان هم خوايا که تنها خواهد زانی سلی و دولت آیا اصل انسانش قلبیتی ها نگه زبانی لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فما يبقى إلا صورة اللحم والدم يعني براسي إنسان تسير بارسي قوشي زبانه بارسي قوشي تترك قلبه زبانه مراشي قلبه مراشي الدلع كواتا أسراري أو إنسانا حول لقلب ده بوي كما شاكر ديني خواهي قوله لبو قلبه إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم ده كواتا أو بارسي گوشتی کدلا براسی همو اعمال گورکان نویده وکو حبو بغضو کراهیتو ریاو کبرو عزبو هموی اخلاص خوشویستی همو اوانی اعمال گورکان چمون زیبی چمون رگبی سبحان الله هموی لناو قلب انسان ده دیکھو ده او قلب حتی زی ضلالة زی هدایت زی غیبه زی ایمان هموشتکان سبحان الله لناو قلب او انسان رنده ده
هاتو ادي ادب برامبر پیغمبری خو علی صلوات و سلام نه قلب چی دوشتا یا کمین تصدیق نبوت محمد المصطفى کی صلی الله علیه و سلم لا دلدرا دوم محبتی چی او پری کبی برامبر او پیغمبری خو علی صلوات و سلام تصدیق نبوت او بس زورا کبراسی لنا خدرا لنا دلدرا برای توام صد لصد تبیک او محمد علیه الصلاة او پیغمبر نازاره ندرای خواه هیچ گمان منی لوی تی محمد علیه الصلاة والسلام ندرای خواه رب العالمین باشم بزبان او ایمان بیان بکم بزبان او 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 ايمان اشكرا بكم سمينيان بعمليش تطبيق بكم كبراسي امن ايمانم ببيغمبراتي محمد هي صلى الله عليه وسلم دوام شد محبتيتي طبعا محبتي خفيه والله من ظاهري لاعمال كانت بديار ذاك اتوسن محبتي او بيغمبرت صلى الله عليه وسلم للطلع اواني كشتي كان خوش دوي للدنيا دا خلق لو سيس او كان دغريتو يعني اوشتا تامي شي لي ذاك لجواني لريتشي مثلا تو تيري شي جوان دبيني تيرت خوش دوي كزور دو بي جوانا ديما نشي جوان دبيني براسي او ديما نت خوش دوي كزور زور بي جوانا تام لخوردي چی خوش دکی خوش دوی دبروی تام و لذتی چی لی دکی او زاره هوکاری اویا لذت و احساس و معنوی لذت و خوشی که او زاره معنویه قلبیه مثلا کابره چی ولید خوش دوی کابره چی محسنت خوش دوی اوانی خیره دکن لو لبا اخلاق زوانه که لبا طاعت که لبا ریکو پیچه که لبا منفع که کلبو خلچی هیا خویت علاقه چی بتوانیه بلا اعمالی زوانی کردوی زوانی ایش زوانه کانی واده که اتو خوش دوی سیمین یعنی او کسی کفائده لبا تو هبی سودی لبوت همی قازانجی لبوت همی اتو خوش داره که تماشای پیغمبری ده که علیه الصلاة والسلام هر سه اسباب محبتی لی خبوی توا هم براسی پیغمبر جوان علیه الصلاة والسلام خوزه باو کسانی کدیتی تیان خوزه باو کسانی او کسانی کدیتی تیان که وصفی دکن والله درن ما منسا وکو روش عین وکو روش وکو مانگا لزوانی دا او هر اصلا جوانی او كموجب كإنسان خوشي بي حتى يقول الصحابة كان دفرمي والله ما انقى شبكات مدري هاتم پیغمبري صلى الله عليه وسلم برام برام بو دفرمي قسم بقوة تمشي ما انقم ذكر تمشي رخصاري پیغمبرم ذكر هش فان رخصاري او نازاري لما انقى كي جوانت سبحان الله دوام شد همو اخلاق قمة اخلاق پیغمبري نايتي عليه الصلاة والسلام لصدق ولفا وفا لغيكو بيشي لهمو اخلاق جوانك انما بعثت لأتمم مكارم اخلاق اگر ما كسك من لبر اخلاق جواني خوش بي كواتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لهمو خلج اولاد ترى كبراسي عاشقيني لبر هرسي كمالي اخلاقا لو سرتاوي قرتوا سيمشت براسي او خير امال پیغمبر ما ديتو عليه الصلاة هیچ کس ده کسی ندیتوا هر گوره ترین نعمتی او پیغمبره گوره ترین خیر و بیری او پیغمبره منی لشرک و کفر رزگار کرد باوالله او پیغمبره نبای علیه صلاة و سم خواد از آنی ساتم ده پرس دار برد عشتر مشک مار نازانم شتیکم ده پرس شتیکم ده کن ده خوا اوان ده بس که عاشقی او پیغمبره بم علیه صلاة و سم کنی هشت او نیم توانم ده بو غیری خواه گوره ده عردی دانم هر اوان ده بس هر او من تیوی بس هر او نعمت تهمی بسه هر او تاکوی بسه که امنی لو کفر و زلاله پارستو داری هینام که من با مسلمان و نیوتانم تنها ده بخوای گوره لعردی دانم زانی او کرده او کرده براسی دینی لبینه درسی دمینیتو کرده با قرآن با درنده دمینیتو هر چی جوانی او کرده هی همو ای دینه هر چی جوانی هی هر چی کرد که افتخاری پیده که همو ای او دینه همو ای محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والله دی بینه در هیچی لو نامینیتو بس آدم کشت و داران و دزین و فرودی لی نامینیتو ایس کنی که وقت همو او شتانی که کرد افتخاری پیده که همو ای محمد علیه الصلاة والسلام دی که وقت والله لهمو کسی اولاد رکی ما براسی پیغمبر من خوش صلى الله عليه وسلم ذا او محبته براسي لكردوا
لعمل بديار دكوي صندقت وبابندي سنة كاني صندقت حريصي كوا أوديني كمحمد هنايتي عليه الصلاة والسلام أتو تطبيقي بكي وبوامي بكي تو وغم خوري بلاو كرنا وي أوديني بي أيام تصن تامجروين تصن عشقي أوين كوا دلي محمد خوش بكين عليه الصلاة والسلام كبزيات برا مدينة كبتينو زيات دعوة لبو بكين أقلير إنك كردوي رجانت لعمليت أتو بديار دكوي آية براسي محمد پیغمبر علیه الصلاة والسلام سن لدلیا یک نمونه امام ابو بکر دیما امام صد حسین نمونه زور جوانی هنا و آوان دوباره نکم امام ابو بکر رضا و رحمتی خواهده بیده خزمت پیغمبری علیه الصلاة والسلام هزرت یان کرد لره لانده مالشی هندک شیری لو پیغمبری هنا علیه الصلاة والسلام شیره که کم بو بلان دایما پیغمبری علیه الصلاة والسلام هم فرم او بکر بخوا فرم نای رسول الله طبیعتو بخوا تزانی افرمی تسی او بکر رضا و رحمتی خواهده بی ده فرمی فشریبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت فالمي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام شيلك اخو ما تطير مخو سبحان الله احس روحي او علاقه روحي الى بني پیغمبر پیغمبر شيل اخواته عليه الصلاه والسلام امام ابو بكر تير اخواته كاك وعشقه او ابينا او اتباعه او طاعته او پیغمبر عليه الصلاه والسلام او روحه او اشراقاته الى مدرس كدوا و امام ابو بكر رضى رحمتي خالي بي خالي دوام أدبي قولي طبعا أول دور دريجة بس حسنا بكورتي وبكوردي لخزمات براي سانباسم أدبي قولي برامبر پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شونا طبعا زبان نعمته شي خوايا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خوا بامتنان بمند بصير بشرية بعضك كإما إنسان ما فير بيان كردوا فير قصة كردوا تعبير بك لناخي خوي لهستو خستي خوي بوي كاتي عزيتي موسى دعوة لخوي قوردك في غنبر وحلو العقدة من لسان يفقه قولي أو قوردتي من نعمته خوايا تو أو زبان متاك بيان مريكو بيكا ويبتو أن خلق ليم حالي بي وحل العقدة من لساني يفقه قولي كابرا قال عشاشي برسان فساس بان بخلق ليتناه قوانيا يعني قصة نزان بخلق ليتناه يعني بياني زوان بي قصة ليتناه دي كواتا ونعمتي شي خوايا كخواي قولي بياني دايتي اما توانيتي او خواي عظيمة او نعمتي بي اما بخشي وكبتوانين هرسي لنا اخوان دا هيا زور بريكو بيكا بيلي علي ادبي قولي برامبر پیغمبری خو علی الصلاة والسلام تسیع او که مخاطبه ده که زور با اصلا مخاطبه ده ما مستای گوره هم دوسی خالی زور کنی آیتی که خواهی گوره افرمی یا ایوها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون او آیت باسی کمالق آدابی مخاطبه ده که خزمان پیغمبری دانشتو علیه الصلاة والسلام یا کمین یعن نابی دنگی لسا دنجی برن که که قصیده که او نابی اتو قصام بکی که قصی کرده بی و تو اسکد بی اگر اوی جو اسکد بو نابی اتو دنگی لدنجی بی برن تر بی سلکاتی او قصیده که نابی قصی بکی سلکاتی او سکوده که نابی اتو دنگی برن که لها دو حالتا نابی اتو هر او پری ادب و احترام بنمانی او آیت بو امام ابو بکر و عمر و باقی اصحاب ذكر كخسر ذكر لخص بيغ الكغمر عليه الصلاه والسلام بعد دوشي زار عليهم ببرسيته او ونده بحس باي او ونده بنرمي او ونده بو هي واش قسان ذكر نوكو او ايه بيان قلتو لبرتسي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون امامي جزئ فرموت بله خوي لا كفر عمل بتال دكاتو لان اشركت لا احبطن عملك اغاش مشرك بهم عمل البتال دكاتو امامي جزئ فرمي كدوي تشي كاش هين كعمل بتاركات وامش دن برن كرنا برامبر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم الاستا استا ابن عربي مالكي او امام بيشوي دفرميت جياني پیغمبري مردني پیغمبري عليه الصلاه والسلام وكو جياني وايا اغا فرمودي خندرا وانا بدن برن كي نفس الشتا كو خوي گور دفرمي واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لبرتك وحيا دفرمي قصي پیغمبري جو وحيا أنا خندا ونبي بيدن بي راسي أمل لو خالد بأدبي.
أخشاشي برسان بيأدبين نمازي سيدادا يشين دابين متاركة كاكاو بس آيات وسي حديثي تلادك وانتو مع علم خريشي مقصة كده أو بيأدبية أو نما تواني أو أدب برامبر أو أدبي قولي برامبر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بزي بقين أدي ولا تشهر له بالقول براسي دبيئة كاتك بانجي في غمر أكي عليه الصلاة والسلام تكوكوا قليلة هندش يعني كل عرابك نبرتسي يعني براسي أوانس نيهن دزاني بان كرديني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام تسونا حتى بقى مخوما فركي يكمين خوم كقسان دكين إلا برن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في غمر إخوة أي حبيبي إخوة أي خوش ويستي إخوة أي نازارك إخوة بابا اسم مجرد إخوي كمحمد وأحمد وأبا القاسم أو نوان النالي بافير بين إلا بمدحي أو بيغمبر باز بكين بويا سبحان الله تنشي قرآن يجبكين هيتس إخوي قورة باسي محمدي مجرد نكردو إلا رسول الله لك داوة أغرنا يا أيها النبي طه ياسين همو بوشيواني كبانجي كردو بلان بيغمبر كاني تر معلومي زنابتانا بناوي إخوي نوح يا آدم حمي ناي متزغرد خوي بانك ليو تك او پیغمبر نظر ناز و گوری گل زور للای خدای گورا بو حتى بناي خوي بانجي نكرد اما اولاتي ما دام او آداب خو بو ام عظمتي خوي لگ پیغمبر کي او بزولت دبي اما چون بزولين او برانبر او پیغمبري كلكات مخاطب او قسكند دبي نو پر ادب او حرمت رز و بن خالي شي تريش صلوات لداني اما ادب شي قوليه براسي انسان دبي يعني اگر عاشقي پیغمبرين عليه الصلاه والسلام دبي ستار ساعاتي كاك هل حد نوسع له لو او پیغمبري تا خان كان نوسع مش لو هش ساعات خان دك ايلو نوس تاخذ دني نوس هش ساعات دني ساعات لو او پیغمبر داني عليه الصلاه والسلام سي ساعاتي داني لبو توباني بين ساعاتي داني لبو فيسبوك او انستغرام او اشتر بين بيسرو برانا بو نيو ساعاتي داني بو پیغمبري خو عليه الصلاه أو أدبي قولية تاني نيو ساعتي داني بس صلواتي لخدمتي لدى والله بو صلوات أنا بخت ورد بي والله بيقى ورد بي والله للاي بيغمبر للاي خو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوش بي الزبي والله بحد يك حديث بس كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام هكذا يك صلواتهم لصلي بدا خوة دسا كيلو دانوسيو ودقنا حسن يا رجلك زان لو نعمتك سبحان الله يك صلاة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد يك لحظة بدقش خوة زاني تن صلوات لي دادري أتو دخير اللي بو دانوسيو ودقنا حسن يا رجلك بتوع دي كوات براسي أوش أدبك قولية إنسان دبي جزء لجياني خوي داني لبو أو بيغمبر عليه الصلاة وسلم بسود سار ساعتي ده كأدبي قوي برامبر مكاربين وأواني زور صلوات لي دادان حتى من پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بخزم أوان بخزمتي پیغمبر إخوة قريشتون إلا مبشرك إلا مجدهي چي خوشي پیداون كوا صلواتك دقات ايمو وآقاش مالي حتى بزانا صلواتم زور لسا پیغمبر إلي دا عليه الصلاة والسلام مثلا نعم نعم هم روجه ست صلوات تي روجه شأن خوش مملي من ده يعني بتعقد بمراز دي نسلم وتي حات خوني خزانة كم پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بفيا وخد بري لذاني أو شو دي نسلو صلواتك إلينا نعرف صلواتك إلينا دونينا سبحان الله سبحان الله أتوار أو صلوات على مباشر در وانا بخواي والله مزموع ملائكتك أنا في عدد السياحين أو ملائكتنا رق صلواتك إتو دنسلو عرضي پیغمبر إذا كان عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله فلان يكرم فلان فلان كسي فلان أو صلواتي لست لينا سبحان الله زانا أو علاقة روحي أو أدب عادي كيما زور لمحرومين حالة السلام أدب فعلي أدب فعلي أويا كلا طاعته لإتباع بديار دكي كبراسي سندرته جورا أو پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمري خواه أطيع الله وأطيع الرسول ونيا براسي دب إما إطاع إخواه وپیغمبر إخواه بكي وتسندي إتباع شي دكي ما مصيب دمون من هنا ابن عباس وأنا لغير عندك أنا ركاك اللو دكي أما نزان بس هو إتباع كل پیغمبر عليه الصلاة والسلام روشتو أوها إمام عمر قبل أول ما أذكر حزر يا سوت في والله حزر يا سوت دزانة تبدي نخيرتي نشرتي والله مشكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما تصدق له مش ما تصدق انت سبحان الله او اتباع براسي ما او دمان هي او روح ايمانه
عشق أمين معنى أهب شوي اتباع محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ذا طبعا أو كساني براستي اتباعي نابن ولددا لقوني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام براستي كارسارة عن كارسات شي زور قوري وتخواه قوري بخوي تأديدي عندك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم براستي براخواه تأديدي عندك خوبي أو كساني بفرماني أو كدكا كواتوشي فتنة بنيان توشي عذابة شي سكن من أليه كساني درين شما مصطفى والله سبيغمبر بس هر وكو هاتي وتبليغي كده وهيس علاقة ما بيوني حق سيوش حزبني على سرمان هيس إش ما بيني بس هاتي بس القرآن أليه القرآن قبوله أليه غير القرآن قبوله أو كارسات أو زرزر كارسات شي قوري أو أخلو توشي فتنة دمن فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن قوله وأوامره عن براسي أمان توشي فتنة براسي أمان توشي فتنة كأوها توشي أو زلالة أو قمرائي بود زهر أمان ده حزم لك الخدمة براستان باز بكم زور دليجي ندمي كأدم لقر بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بقلبا وبقول شاء وبفعل شاء يا ربي خو بحق اسمي عظيم خو تخوايا أو مزي سمع لي قبول بكي يا ربي خو بكم ترين حق لبو ما داني كأدم كلي برام بر أو بيغمبرا عليه الصلاة والسلام يا ربي خداي شايسته من بكي كوا إيماش وكو أصحاب بدي أو بيغمبرا بكوين عليه الصلاة والسلام يا ربي خداي أو دين من بيزوام كي إيماش بدينك زوام كي يا ربي خداي أو جنزو شبابان من بفارزي كبراسي خزمتي أو دين بكنو وأمانتي أو دين هرقرنو وتبليغي أو دين بكن يا ربي خداي علماء وزانا كانش من بفارزي بحق اسمي عظمي خود وصلي الله على محمد وعلى آل محمد.